قاسمة ومصيرية ومختلفة بالشكل وبالمضمون بشخوص مرشحيها وانتماءاتهما ورؤيتهما لأمريكا الغد، هكذا توصف انتخابات الرئاسة الأمريكية لهذا العام. فما الذي جعلها على هذه الصورة؟ وهل يلبي برنامجا كلينتون وترامب طموحات الأمريكيين؟ مرحبا بكم مشاهدينا إلى برنامج الخبر بقية مباشرة من واشنطن، أنا وائل تميمي. على بعد 5 أيام فقط تعيش الولايات المتحدة منتظرة انتخابات فارقة كما توصف. نحو 130 مليون أمريكي يحق لهم الاقتراع، والخيار محصور تقريبا بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب. طريق الوصول إلى البيت الأبيض كان شاقا طويلا صاخبا ومختلفا عما شهدته هذه البلاد سابقا. أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو سماء الهمداني الناشطة السياسية، ودكتور محمد عويس المحلل السياسي المتخصص بالشأن الأمريكي، ومعنا من ولاية أوهايو بالولايات شمال الولايات المتحدة دكتور دانيال بيرد سونغ أستاذ العلوم السياسية في جامعة دايتون. لو بدأت معك دكتور دانيال بيرد سونغ، بالأمس استمعنا إلى الرئيس باراك أوباما في تجمع انتخابي في ولاية نورث كارولينا يقول للأمريكيين إن تصويتهم يتوقف عليه مستقبل الجمهورية، مستقبل الولايات المتحدة بأسرها. لماذا تبدو هذه الانتخابات مصيرية إلى هذا الحد؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع دكتور سونغ في أوهايو، سنعود إليه بعد قليل. أستاذ محمد عويس، بالفعل لماذا تبدو هذه الانتخابات مختلفة جدا، حتى الكل يحذر من أمريكا ما بعد 8 نوفمبر تشرين الثاني في حال فاز دونالد ترامب؟ نعم، هو يؤثر على الجمهورية، على الديمقراطية الأمريكية، أو على التركيبة السياسية الأمريكية في حال فوز دونالد ترامب. أولا، في حال ومع العلم أنه يعني لحد الآن لا أظن أنه سيستطيع الفوز، ولكن إذا فاز دونالد ترامب وفاز الجمهوريون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، هناك تحولات قادمة، وهي تعيين قضاة دائمين مدى الحياة في القضاء الأعلى، وهم 9، فلذلك هناك سيكون بقعة شاغر واحد عموما، ولكن معظمهم سيتقاعدون بسبب العمر وبسبب أمراض كذلك. فلذلك فإذا وصلوا الجمهوريون إلى مجلس النواب، مجلس الشيوخ، البيت الأبيض، واستطاعوا أن يغيروا
القضاء الأعلى، فلذلك سيستطيعون تغيير التركيبة السياسية الأمريكية والقوانين الأمريكية التي تحمي المثليين، تحمي الفقراء، تحمي السود، تحمي اللاتينو، فستعود أمريكا إلى الخلف، لأنه سيكون حكم الحزب الواحد وكذلك حكم السياسة الواحدة اليمينية المتطرفة، وفي بعض الأحيان وخاصة إذا كان ترامب هو الفائز معادية لكل ما هو غير أبيض أمريكي وحتى لكل ما هو أمريكي كما يقول الديمقراطيون. سيدة سماء، طيب في النهاية أليس هذا خيار الشعب الأمريكي؟ يعني هناك أكثر من 13 مليون أمريكي صوتوا لدونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية، لماذا يجري التخويف مما يريده الأمريكيون؟ نحن الآن نعيش في وقت مخيف بالفعل، وأرى أن الكثير من المحللين السياسيين قد يروا نجاح ترامب كخروج بريطانيا مثلا من التحالف الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، وكما أيضا صوتت كولومبيا ضد السلام. قد نرى بعض المحللين يتساءلون عن معنى الديمقراطية في العالم الذي نعيش فيه، وهل يساوي كل صوت الصوت الآخر، مثلا هل صوتي هو مثل صوت الشخص الذي بجانبي، أو هل يجب أن يكون هنالك نظام آخر غير النظام الديمقراطي للانتخابات؟ يعني لا توجد مبالغة كثيرة في هذا الكلام؟ في النهاية الولايات المتحدة وخلفنا البيت الأبيض، يعني هي دولة مؤسسات في النهاية، حتى لو وصل دونالد ترامب يعني هو سيكون محكوم وفق قوانين هذه البلاد. صحيح، الخوف هو ليس من نجاح دونالد ترامب في رأيي، هو في فشل دونالد ترامب، لأنه قد لمح سابقا أنه لن يقبل بالفشل، وقد يشكك في الانتخابات ويخضع إلى العنف، وهذا هو ما الذي يخيفني أكثر من نجاحه. اسمح لي، نعم هذا كلام، يستطيع دونالد ترامب أن يقول ما يريد أن يقوله من الآن وحتى صباح 9 نوفمبر، ولكن بعد ذلك إذا ثبت أن هيلاري كلينتون هي الفائزة سيصبح دونالد ترامب مواطن عادي وينطبق عليه القانون ولا يوجد عنده حصانة. نعم، لذلك أنه لمح إلى عدم إمكانية قبول النتائج، يقول إنها قد تكون مزورة. هو الموضوع هو ليس إذا كان يريد أن يقبل أو لا يقبل، الذي يقبل النتائج هو صندوق الاقتراع وما يؤكده الحكام الولايات وممثليهم وهم وزراء خارجية الولايات، فلذلك لا يستطيع أن يخلق مشكلة من لا شيء، وإذا حاول التلاعب بالنار هنا سيصبح عرضة للمساءلة وللملاحقة القانونية. تذكر أنه في شهر أغسطس هذه السنة عندما تحدث عن أن أصحاب البناطق بإمكانهم أن يغيروا نتائج الانتخابات بتلميح لقتل هيلاري كلينتون، ذهبت إليه الـ FBI وحققت معه، فلذلك نعم، ولو بالسلاح هنا قوي جدا، وقد أعلن دعمه لدونالد ترامب. سيدة سماء، لكن ترامب، ماذا عن هيلاري كلينتون؟ في النهاية هذه السيدة تشوبها الفضائح والإيميلات، وكل يوم نسمع شيء جديد في ويكيليكس، هي ألا تتحمل مسؤولية كبيرة والحزب الديمقراطي لبروز ظاهرة دونالد ترامب؟ الولايات المتحدة تمر بأزمة، هذا شيء واضح. أول شيء بالمرشح ترامب الذي لم يكن المرشح الرسمي للحزب الجمهوري حتى لاحقا، لأنه هدد ببدء حزب خاص به مما قد يضعف الحزب. اضطرت مؤسسة الحزب الجمهوري لقبوله لأنه فاز في الانتخابات، ولأن الكثير من المواطنين الذين يدعمون الحزب الجمهوري قد أصبحوا يشجعوا الأحزاب التي هي متطرفة مثل حزب الشاي في الولايات المتحدة. الديمقراطية وهيلاري كلينتون. هيلاري كلينتون حتى لو فازت كرئيسة ستصبح قبل أن تفوز، أنا أتحدث الآن هذه الانتخابات التي وصفت أنها مختلفة كليا عن أكثر من 300 عام من الديمقراطية في هذه البلاد، أليس سبب أو مشكلة هيلاري كلينتون أنها غارقة بين قوسين بالفساد، وهذا ما أتاح لشخص مثل دونالد ترامب أن يصل إلى أعتاب البيت الأبيض؟ في الولايات المتحدة هي ليست غارقة بالفساد بعد، لكنها متهمة بأنها غارقة في الفساد. لا توجد الآن محكمة طلبت التحقيق في إيميلات بريدها الخاص، لكن حتى الآن لم يثبت التحقيقات الفيدرالية حتى الآن لم يثبت أنها بالفعل فاسدة، لا يوجد أي قانون أو أي حكم ضدها بالفساد، فهي حتى الآن بريئة تعتبر في المجتمع الأمريكي. أما عن هيلاري كلينتون، مشكلتها أنها الكثير من الشباب الأمريكان سواء كانوا الشباب الأمريكي اللاتيني أو الشباب الأمريكان الذين هم من أصول أفريقية أو من أصول عربية أو من أصول مسلمة لا يحبوها بشكل
واضح ولا يدعموها كما دعموا الرئيس أوباما. فالكثير من الأصوات التي قد تذهب إلى الحزب الديمقراطي تذهب إلى جاري جونسون أو جيل ستاين الذين هم مرشحين أيضا في الرئاسة، لكن لا نتحدث عنهم لأنهم ليسوا في الحزب الجمهوري. 3.5% تقريبا نسبة التأييد لهم في كل استطلاعات الرأي. طب أستاذ محمد عويس، إذا تحدثنا عن برنامج كل من هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، هل تلبي ما تقدمه هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في برنامجيهما طموحات الشعب الأمريكي وتقدم حلولا للمشكلات الكثيرة التي يعاني منها؟ يعني البرنامج السياسي لهيلاري كلينتون والبرنامج السياسي لدونالد ترامب هو الخيار بين السيئة والأسوأ، ولكن أنا برأيي وأنا لا أدعم أي من الطرفين، برأيي أن هيلاري كلينتون ستمثل استمرارية عهد أوباما، ليس فقط عهد أوباما، استمرارية الديمقراطية الأمريكية كما نعرفها بكل الشوائب الموجودة بها، وهناك شوائب كثيرة وهناك إرهاصات وإخفاقات في طريقة إدارة هيلاري كلينتون لأمور كثيرة، ولكن بنفس الوقت هيلاري كلينتون لا تطالب بتحطيم كل ما تم بناؤه منذ بداية الحكم الأمريكي 200 سنة بعد إعلان الاستقلال عن بريطانيا والدستور الأمريكي، بل هي تطالب بتعديل وتصحيح مسار الديمقراطية الأمريكية. أما دونالد ترامب فهو يريد تغيير كل شيء بما فيه أديان الناس، بما فيه علاقة أمريكا بالناتو، علاقة أمريكا بالعرب، بالمسلمين، بالصين، بكل يريد أن يحارب العالم كله. أمريكا غير قادرة في هذه المرحلة على محاربة أحد. أمريكا بحاجة لإصلاح ذات البيت، إصلاح هذا البيت الذي خلفنا، إصلاح المشاكل التي تولدت من هذه الحملة الانتخابية المسعورة من الطرفان والاتهامات والاتهامات المتبادلة. أصبح يعني الشخص منا لا يريد لأطفاله أن يشاهدوا التلفزة بسبب يعني صار التركيز على شخصية كل من ترامب وكلينتون أكثر من برنامجيهما الانتخابيين. نعم. سماء، بخصوص الشؤون الداخلية، موضوع الاقتصاد، الضرائب، الإجهاض، المحكمة العليا، لماذا لا يبدو أو يبدو برنامج هيلاري كلينتون جذابا لأكثر من 50% من الأمريكيين بحسب طبعا استطلاعات الرأي حتى الآن؟ أظن أن برنامجها الناس لا يثقوا في صوتها، لكن برنامجها هو أفضل من برنامج ترامب، وهي واضحة في رأيها أكثر من ترامب. ترامب قد يغير رأيه ما بين الحين والآخر، وخطابه هو عامة خطاب كراهية. أما هيلاري كلينتون فهي قدمت موقفها بشكل واضح وأعلنت مكانها، وأظن في تقريبا في التلفاز عندما سمى ترامب هيلاري بالحمقى ساعدها جدا، لأنه أعطاها صوت المرأة في الولايات المتحدة الذي كانت لم تستطع الحصول عليه بسهولة. على ذكر البرنامجين الانتخابيين، مشاهدينا نتابع الآن أهم نقاط الاختلاف ما بين المرشحين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب فيما يتعلق بالقضايا الحساسة التي تهم الناخب الأمريكي داخليا. في بداية حملته الانتخابية سعى المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى استقطاب الناخبين من خلال عناوين رأى البعض أنها حادة، فذهب باتجاه حلول أكثر مرونة تطرحها منافسته هيلاري كلينتون، فيما رحب البعض الآخر. المؤيدين لترامب لمعظمهم إجمالا الفئة من البيض عندهم استياء من التغير اللوني، إذا بدك الولايات المتحدة كان بلد أبيض إذا جاز التعبير، وهلأ تقريبا عم بتصير تقريبا نص المواطنين هن يا مسود أو مكسيكانية أو كذا وكذا وكذا، ففي تغيير بهوية الولايات المتحدة، فعم تعمل ردة فعل مثل ما عم تشوف في ردة فعل بأوروبا مثلا، ففي شيء إذا بدك بالهوية يعني وقتها بيتطرف بيتسمى عنصرية بس له علاقة بالهوية. هالشي مرتبط أيضا بالبطالة وبالوضع العمالي. يعيش الشارع الأمريكي انقساما حادا في الآراء بين من يؤيد ذهاب ترامب في مقاربته لمواضيع شائكة إلى حد التطرف، وبين من يرى أن مثل هذه السياسة قد تدخل الولايات المتحدة في مشاكل هي بغنى عنها. الحساب اللي عم يطلع خاسر عند الحزب الجمهوري أنه هالسياسة عم بتحرك مجموعة من الأمريكان، بس هالمجموعة عم تطلع إجمالا مش الأكترية، يعني قريب للأكترية بس عم تدل تحت الأكترية. فالحزب الجمهوري اللي يعني استعمل هذه الأساليب من عقدين على الأقل عم بيلاقي حاله بوضع صعب جدا.
ملفات الهجرة والضرائب وتأمين فرص العمل وغيرها، عناوين تشكل سياسة المرحلة المقبلة داخليا، وقد تكون بأهمية السياسة الخارجية أو حتى أكثر أهمية. العالم يتطلع إلى الرئيس الجديد للولايات المتحدة الذي يفترض به المساعدة في إيجاد حلول لأزمات تعصف بأكثر من منطقة، لكن من سيكون داخل هذا المبنى؟ قرار للناخب الأمريكي الذي يولي ملفات داخلية كالضمان الصحي ومعدلات الضرائب الأهمية الكبرى. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، من أمام مبنى البيت الأبيض، واشنطن. نرحب مجددا من أوهايو بدكتور دانيال بيرت سونغ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة دايتون هناك. دكتور سونغ، أغلب استطلاعات الرأي التي تجرى كل يوم تقريبا تعطي دونالد ترامب نحو 40% من أصوات الأمريكيين، وهذه نسبة عالية جدا. ما الذي يجعل هذا الرجل الذي وصفه ضيفانا هنا بأنه صاحب خطاب كراهية وعنصرية يحظى بكل هذا التأييد بين صفوف الشعب الأمريكي؟ What Donald Trump is, Donald Trump هو المرشح الآخر في هذا السباق بينه وبين، وهو يحظى بدعم الجمهوريين الذين يعجبهم مثل هذا الخطاب ويكرهون السيدة كلينتون. 40% هذا رقم مرتفع أو نسبة مرتفعة، لديه إذن بعض الجاذبية بالنسبة للسمعة والماركة المسجلة التي صنعها خارج السياسة، وهو منذ أكثر من سنة الآن وهو مترشح وهو موجود وحاضر في الإعلام بشكل كبير، والفارق بينه وبين كلينتون هو ما سيحسم الانتخابات. القضايا والمشاكل لا تؤثر بنفس الشكل أو بنفس النسبة من هوية المرشح ومرشح الحزب، والبعض يرونه أنه له خطاب انقسامي، لكن مسانديه يقولون أنه صريح وأنه يسمي الأسماء الأشياء بأسمائها. أعتقد أن هذا ما سيجعل هذا المنافسة يعني شديدة. يعني هل تقصد دكتور أن شخصية دونالد ترامب هي العنصر الرئيسي الذي يدفع ملايين أو عشرات الملايين من الأمريكيين للتصويت له ربما وإيصاله إلى البيت الأبيض، أم أنهم مؤمنون حقا بأن هذا الرجل، رجل الأعمال الملياردير، يستطيع أن يقدم حلولا واقعية للمشكلات الكثيرة التي يواجهونها؟ himself probably هو شخصيا الجواب لا، كلا.
هو لم يبدي أي اهتمام بالسياسات، ولكن الحزب ساعده على تركيب أو تصميم سياساته، وهو الآن كما ترون يجول في البلاد ويتحدث ضد سياسة الرعاية الصحية. إذن الحلول يجب أن تكون حلول سياسية وليس حلول شخصية حول شخصية دونالد ترامب، وهذا إذن ما يفعله الحزب الجمهوري بمحاولة توجيهه نحو الحلول السياسية. وهذه هي أهمية الحزب السياسي في بلادنا. نحن لدينا يعني كما ترون شخص مستقل من خارج العاصمة واشنطن، ولا يمكنه أن يحقق أي شيء بمفرده، وهذا ليس طريقة العمل الديمقراطية في الولايات المتحدة. ومدى نجاح ذلك لا نعلم، ولكنه سيستمع وسيستجيب لتوجيهات الجمهوريين. وهذا لا يعني أن الكثير من الجمهوريين لا يعجبهم دونالد ترامب وشخصيته، ولكن الخطاب بالنسبة للمحكمة الدستورية وقانون الرعاية الصحية لأوباما، هذا الخطاب يستميل الكثير من الجمهوريين المتطرفين. دكتور دانيال، أخيرا لو سمحت، يستخدم أيضا دونالد ترامب كثيرا الخطاب المعادي للمؤسسة أو أنتي إستابليشمنت ريتوريك كما يسمى، يقول إنه سيجفف المستنقع في واشنطن هنا كما يسميه. لماذا يبدو هذا الخطاب رائجا في أوساط شرائح كبيرة من المجتمع الأمريكي، الخطاب المعادي لواشنطن؟ Yeah, that's been a common threat. كان هذا حقيقة شعارا طالما استخدمه المرشحون. حيث أن منذ السبعينات تقريبا بدأت الانتخابات الرئاسية تركز على شخصية المرشح أكثر من القضايا، وفكرة المرشح الذي لا ينتمي إلى الحلقة الداخلية لواشنطن، وكلهم فعلوا ذلك، ريغان فعل ذلك وجيمي كارتر فعل ذلك، إذن هو النسخة الجديدة للمرشح المعادي للمؤسسة السياسية. وهذا في بالنسبة له هذا صحيح، لأنه لم يعمل أبدا في واشنطن ولم يترشح ولم يشغل أبدا أي وظيفة حكومية، وهذا أيضا يضفي مصداقية، وهو معروف أن كان له ارتباطات بالأحزاب الحزبين السياسيين، وقد تبرع بأمواله كثير من المرات. وهو إذن يستخدم منهجية أو استراتيجية استخدمت من قبل، وهي معاداة واشنطن. ولكن أيضا هو استخدم شعارات معادية للحزب الجمهوري نفسه، ورأينا دراسات تقول أن تقريبا ربع مؤيدي الحزب الجمهوري لهم نظرة سيئة للحزب الجمهوري، وما يجعله يحظى بهذا المستوى من الدعم، وأن يستجيب كثير من الشرائح كثيرة لهذه الشعارات، وتمكن من فعل ذلك، وهو أيضا يعمل مع حزب جمهوري منقسم على نفسه منذ مدة الآن بالنسبة للمضي قدما في المستقبل. لذلك فالكثيرون يرون أن هذا الحزب قد تخلى عن شريحة كبيرة، ومنها شريحة الطبقة الشغيلة من البيض. واضحة تماما الفكرة دكتور دانيال. أخيرا سماء،
في الوقت الذي يعادي فيه واشنطن دونالد ترامب واشنطن، ترتبط كلينتون بأوباما كثيرا، هل أخطأت بهذا باختصار لو سمحتي؟ لا أكيد هي مرتبطة بالرئيس أوباما، فزوجة الرئيس أوباما ميشيل أوباما الآن هي تساعد في تلميع صورة الرئيسة أو القادمة الرئيسة هيلاري كلينتون واثقة لأنه ضروري الحزب الديمقراطي أن يحصل على هذا المقعد في المستقبل. ترامب لا يهدد مستقبل الحزب الديمقراطي فقط بل يهدد مستقبل أمريكا عامة، وإذا فاز فيجب على أمريكا أن يعيدوا النظر إلى نظامهم الانتخابي الحالي، و ويجب عليه مواجهة أسئلة مهمة مثل هل النظام الأمريكي نعم. يستطيع معالجة نعم. قضايا أمريكا باختصار شديد، هل يدفع هذا الخوف من ترامب الديمقراطي إلى التصويت بكثافة؟ نعم، وكذلك بعض الجمهوريين سيصوتوا لهيلاري كلينتون خوفا من أن يحطم دونالد ترامب الحزب الجمهوري وتعطيل الحزب الجمهوري، فلذلك هم يفضلون هيلاري 4 سنوات أفضل من ترامب وبدون العودة. ننتظر يوم الثلاثاء لنتأكد هذا. شكرا لكم سماح الهمداني ومحمد عويس، كما أشكر دكتور دانيال بيرت سانك في أوهايو. مشاهدينا بهذا نختم حلقة هذه الليلة من برنامج للخبر بقية، كونوا بخير.